وكان لهم سهم كبير في الإسلام ويقتدون بأولئك الرجال. مواقفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا وإياكم في هذه السلسلة المباركة من هذا الدرس الشهري في هذا الجامع المبارك، ونتحدث في كل شهر بمشيئة الله جل وعلا عن شخصية نرجو الله أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بما يأتي من أولئك الرجال الصادقين الأعلام الذين أفنوا أعمارهم وأقاموا الحق ودافعوا عنه، وكان لهم سهم كبير في الإسلام ولم يؤت الإسلام ونحسبهم من قبلهم. شخصيتنا في هذه الليلة شخصية أعتقد بل وأجزم أنها محبوبة إلى الجميع، ولنتحدث عنه هذه الليلة لأجمل سيرته أو أعطر ما كان عليه رضي الله عنه وأرضاه، لأن ليس مثلي ممن يتحدث عن أولئك لتجميل سيرهم، ولكن الهدف هو أن نأتي بتلك السيرة في قالب مختصر يراها الجيل وشبابنا وأبناؤنا ورجالنا ونساؤنا ويقتدون بأولئك الرجال. هذا الرجل الذي سأتحدث عنه هذه الليلة رجل وقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفات عدة، لكنه صدق رسول الله يوم كذبه الناس، وقام مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم قعد الناس، وقف بماله وبنفسه وبولده وبجهده يوم تخلى الناس في ذلك الزمان. إنه الخليفة الراشد والإمام الصادق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والحديث عن الصديق حديث عن قاموس الأخلاق وقاموس الإمامة العظمى في ذلك الرجل والصدق والعظمة، ولعل حديثي يدور في المحاور الآتية. أولا، من هو أبو بكر الصديق؟ أعرف به وأذكر شيئا من صفاته. ثانيا، مواقفه في الإسلام. ثالثا، مواقفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وأخيرا، وفاته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام الجبل أبو بكر الصديق حينما نتحدث عنه نتحدث عن رأس الصحابة. العلماء يقولون إن هذا القرآن من عرفه ومن فهمه ومن حفظه ومن عمل بما فيه أصبح معجزة العصر في زمانه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعرابا لا يعرفون شيئا، كان بعضهم يسجد لصنم. يقول عمر بن الخطاب: كنت أضحك من أمر وأبكي من أمر آخر، أصنع صنما من تمر فإذا جعت أكلت منه. وكان يبكي رضي الله عنه من وأده لبنته. ولذلك لما جاء القرآن الكريم هذب أولئك الرجال وخرجوا وأصبحوا قادة هذه الأمة بهذه المعجزة العظيمة وهي القرآن الكريم. فتنظرون إلى سعد بن أبي وقاص، أعرابي جاء من البادية لكنه دخل في الإسلام وتعلم القرآن ثم أصبح قائدا من قيادات التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا. حول تلك المملكة، مملكة الفرس التي كانت منبعا للفساد والخنا والضياع، إلى بذرة من بذور الإسلام في ذلك الوقت. ثم فتح على يديه رب العزة والجلال في كثير من بلاد الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وقس على ذلك عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانت على أيديهم الفتوحات، وكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم تعلموا من القرآن الكريم وأصبحوا معجزة الزمان بعد الأنبياء والرسل. أبو بكر الصديق أعظم شخصية على التاريخ بعد الأنبياء والرسل، فنستطيع أن نقول أن أعظم رجل وأفضل رجل
مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء. وأنا هنا بالمناسبة أقول: أين الرافضة الذين يتحدثون عن هذه الشخصية العظيمة وعلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم؟ وسيسمعون وتسمعون الآن النصوص الشرعية التي جاءت تزكي هذا الإمام وهذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. اسمه رضي الله عنه وأرضاه عبد الله، طبعا هو يكنى بأبي بكر وعرف رضي الله عنه بتلك الكنية، فهو عبد الله بن أبي قحافة. قحافة أيضا هنا كنية لأبيه وليست اسما، اسم والدي والده عثمان، فهو عبد الله بن عثمان. ولقب رضي الله عنه بالعتيق، والعتيق لقبه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مر أبو بكر من أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى عتيق الله من النار فلينظر إلى هذا. فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بعتيق النار. أنا وأنت وكل مسلم يرجو رحمة ربه وعتق رقبته من النار، وكلنا يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لكن لا نستطيع أن نجزم لأحد من الناس أنه معتوق من النار أو أنه من أهل النار أو أنه من أهل الجنة إلا ما نص عليه الدليل من الكتاب والسنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أبا بكر الصديق عتيق رب العالمين من النار. وقيل لقب بالعتيق في الجاهلية، قيل لجمال وجهه رضي الله عنه وأرضاه، وقيل لجمال أخلاقه. فأنتم تسمعون الآن الشيء المعتق يقولون هو الفاخر، وأجمل الطيب ما كان عتيقا، والله سمى بيته البيت العتيق لأنه عتيق قديم لكنه جميل. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقال أنه لقب لجمال خلقه ووجهه رضي الله عنه وأرضاه بذلك. أبو بكر اسم أمه، طبعا هي تكنى بأم الخير، واسمها سلمى بنت صخر، أسلمت قديما في دار الأرقم، في دار ابن أبي الأرقم. وأما أبوه أسلم متأخرا وقد فقد بصره، حتى قيل أنه رفض الإسلام. أبو بكر الصديق عثمان أبي قحافة هذا أسلم متأخرا، وأسلم في يوم الفتح، في يوم فتح مكة. ومات أبوه بعد وفاة الصديق أبو بكر رضي الله عنه بستة أشهر، ومات وعمره 96 سنة. أبو بكر الصديق من بني تيم، وهو من قبيلة من بطون قريش، وكانت هذه القبيلة مسؤولة عن الغنم ومسؤولة كذلك عن توزيع الديات، وكان أبو بكر الصديق مسؤولا عن ذلك، هو كان أحد العشرة في تلك القبيلة المسؤول عن تقسيم الغنم وكذلك الديات على الناس. أبو بكر الصديق يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي في الجد السادس، يلتقي معه في مرة ابن كعب. وقيل أن أبا بكر رضي الله عنه كما أسلفت كان مسؤولا عن تقسيم الغرم وكذلك الديات على الناس، بمعنى أنه كان موثوقا عند الناس ومعروفا عندهم بذلك. ولد بعد عام الفيل بسنتين ونصف، وقيل سنتين، يعني كم يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنتين فقط. الرسول ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، أبو بكر الصديق ولد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، ولد بعد عام الفيل بسنتين. ويصبح أبو بكر وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ إذا كان ولد بعد النبي بسنتين يصبح عمره 38 سنة حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا حقيقة هنا أتساءل، يعني بعض الناس ربما يقول أنا بلغ بي السن وماذا سأقدم لدين؟ إذا كان أبو بكر لم يبدأ أصلا في الإسلام إلا وعمره 38 سنة، ومع ذلك حقق ما لم يحققه غيره من بعد الأنبياء والرسل، أنا أقول يستطيع المسلم شابا كبيرا شيخا
امرأة ايا كان يستطيع ان يقدم لهذا الدين اذا علم الله منه الاخلاص والصدق وحسن العزيمة والظن بالله تبارك وتعالى. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر النبي كم؟ اذا كانت بعثته وعمر النبي وعمر ابو بكر 38 سنة، النبي لما هاجر وامره الله جل وعلا بالهجرة كان عمره 53 سنة، يصبح عمر ابو بكر كم؟ 51 سنة. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 51 عاما، وتولى الخلافة رضي الله عنه وعمره 61 سنة، ثم استمرت خلافته فقط 2 أشهر رضي الله عنه وارضاه، وتوفي رضي الله عنه وارضاه بنفس عمر النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة. يقول بعض اهل السير معلقين على هذا انه تبع النبي عليه الصلاة والسلام وحرص على تطبيق السنة، ولذلك حتى موته اراد الله ان يموت ابو بكر الصديق في نفس السن الذي مات به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل مات في نفس اليوم. الرسول مات عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وابو بكر الصديق كذلك يموت يوم الاثنين. كانت له زوجتين في الجاهلية وزوجتين اثنتين بعد الاسلام. في الجاهلية تزوج بزوجته الاولى وهي اسمها قتيلة بنت عبد العزة، واختلف العلماء هل اسلمت بعد ان جاء الاسلام واسلم ابو بكر او انها ماتت على الكفر، ومن اهل العلم من يقول انها اسلمت رضي الله عنها وارضاها، وهذا الذي اميل اليه، ومنهم من قال انها لم تسلم. ولدت لابي بكر الصديق ولد وبنت، ولدت له عبد الله وهو اكبر ابناء ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الله تعرفون قصته، هو الذي كان ينقل الاخبار ايام الهجرة ويوم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم مختبئا. واسلم قديما رضي الله عنه، ومات عبد الله في زمن خلافة ابي بكر الصديق، وغسله ابوه ودفنه كذلك ابو بكر الصديق، فوجد عنده 6000 درهم وجدها الصديق عند ابنه عبد الله فوزعها وقسمها، قال لا يكون لابن خليفة المسلمين ان يكون عنده مثل هذا المال. اما البنت الاخرى من قتيلة وهي اسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وارضاها، زوجته الثانية ام رومان، وهذه الزوجة هي والدة عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين وام ايضا عبد الرحمن، انجبت لابي بكر عائشة وانجبت له عبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا. وعبد الرحمن اسلم متأخرا، اسلم بعد غزوة بدر احد، اسلم ايام صلح الحديبية، حتى انه يقول لابيه ابو بكر الصديق لما وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقف يبارزني، فالتفت النبي قال من يوقف هذا عنا قبل ان يسلم عبد الرحمن، فقال ابو بكر دعه لي يا رسول الله، قال لا اجعلني اتمتع بعمرك، لا تفجعنا في عمرك يا ابا بكر. ثم يقول تركته. يقول عبد الرحمن بعد ما اسلم، هو شارك مع الكفار في غزوة بدر وفي غزوة احد، يقول لابيه يا ابي والله انني رأيتك في غزوة احد وفي غزوة بدر اكثر من مرة وكنت ابتعد عنك، لا اريد ان اقابلك. قال ابو بكر والله لو رأيتك لقابلتك ولقطعت رأسك، لان المسألة مسألة دين وتوحيد. يقول رضي الله عنه وارضاه انه حينما اسلم يقول حمدت الله تبارك وتعالى ان امد بالعمر حتى اصبحت من اهل الدين والاسلام. وزوجته الثالثة زوجة ابو بكر الصديق هذه بعد الاسلام اسماء بنت عميس، واسماء هذه غريبة، تزوجها رضي الله عنها وارضاها، اول من تزوجها كانت زوجة لمن؟ كانت زوجة لجعفر بن ابي طالب، وانجبت منه 3، انجبت محمد وعون وعبد الله. ثم بعد ذلك لما استشهد رضي الله عنه تزوجها ابو بكر الصديق، فانجبت له محمد رضي الله عنهم
وأبو بكر لما كان في سكرات موته وسيأتي ذلك أوصى أن تغسله أسماء زوجته، أن تغسله بعد موته رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال أهل التاريخ إن أول امرأة غسلت زوجها في الإسلام هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها. ومن هذه القصة وهذا الموقف يستدل العلماء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها إذا مات أو ماتت الزوجة، كذلك يجوز للزوج أن يغسلها. أسماء بنت عميس أنجبت لأبي بكر محمد، ولما توفي أبو بكر الصديق من الذي تزوجها؟ تزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما زوجة أبو بكر الصديق الرابعة فهي حبيبة بنت زيد الخزرجية من قبيلة الخزرج، توفي أبو بكر رضي الله عنه وهي حامل، وأنجبت له أم كلثوم، فيصبح أبناء أبو بكر الصديق ستة، ثلاثة من الذكور وثلاثة من الإناث. أما شكله رضي الله عنه وصفته، أبو بكر الصديق نحيف، بل يقول المؤرخون أنه شديد النحافة إلى درجة أن ساقيه دقيقة جدا، ويذكر عنه رضي الله أن فخذيه ليست فيها لحم كثير، نحيف جدا. وقيل رضي الله عنه أنه غائر العينين، يعني عينيه داخلة في وجهه من شدة النحافة رضي الله عنه وأرضاه. ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو رضي الله عنه وأرضاه أبيض اللون، ظهره فيه انحناء، أنفه طويل مدبب رضي الله عنه وأرضاه، ولحيته كان يخضبها بالحناء، وكانت تميل الحمار حينما يحنيها رضي الله عنه وأرضاه. أما ما اتصف به رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام، أبو بكر الصديق ما سجد لصنم قط، يقول عن نفسه رضي الله عنه: والله ما سجدت لصنم قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. يروى أن أبوه أخذه مرة من المرات عند الأصنام، فقال له: يا عبد الله، هذه آلهتك، عظمها. يقول الصديق: فوقفت أنظر إلى آلهتهم الحجارة التي يعبدونها، يقول: فنظرت إليها فقلت: أطعموني، اكسوني، اسقوني إن كنتم تستطيعون. يقول: من باب الاستهزاء والتأكم كما فعل إبراهيم عليه السلام مع تلك الأصنام. يقول: فلم تجبني وأنا أعلم ذلك، فأخذت حجرا فرميتها فتكسرت. يقول: فخرجت وأنا على يقين أنها لا تنفع ولا تضر. قالوا له مرة: ألا تسجد للات والعزى؟ يقول لأبي بكر: قال: ومن اللات والعزى؟ قالوا: اللات والعزى بنات الله تعالى الله. فقال لهم: من أمهن؟ يقول: فسكتوا. يقول: فعلمت أنهم على باطل. فكان رضي الله عنه لا تجره تلك النداءات، لم يشرب الخمر قط. تخيل عمره 38 سنة في جاهلية ما شرب الخمر قط رضي الله عنه وأرضاه. يقول: مررت ذات يوم في سكة فرأيت رجلا يشرب الخمر من الكفار في الجاهلية، يقول: فرأيته يأكل من القاذورات ويضعها على وجهه وفمه، فحمدت الله أن الله عافاني من تلك الخمر، وعزمت على ألا أشربها، لأنه أذل نفسه، أذل نفسه بنفسه. وقيل له ذات مرة: لما لا تشرب الخمر؟ طيب أنت كنت في الجاهلية. قال: تركت الخمر مروءة. ونحتاج الحقيقة إلى أن نثير شيئا من ذلك. أحيانا تجد الناس إن لم يمنعه أمرا ديانة فليمنعك على الأقل أحيانا حياء ومروءة ووفاء ورجولة وعرفا إذا كان لا يخالف الشرع، لأن بعض الناس ربما لا يردعه الدين ولا يردعه كذلك الوازع الديني. أبو بكر كان رجل محبوب حتى قبل الإسلام، صاحب مروءة، طبعا هو تاجر ويبيع ويشتري ويدور في الجزيرة العربية كلها، حتى أنه ليس هناك قبيلة إلا وتعرفه. يروى عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه يعرف أنساب العرب، يقول: ما سئلت عن قبيلة ولا عن رجل إلا عرفتها وعرفته. وهو عالم في الأنساب رضي الله عنه وأرضاه، بل هو أعلم قريش
في علم الأنساب رضي الله عنه وأرضاه، كان مرة يدور مع النبي عليه الصلاة والسلام على القبائل. طبعا قبل يدخل على قبيلة يخبر: يا رسول الله، سنقابل فيهم فلان شاعر، وفلان تاجر، وفلان ابن كذا. يقول: وذات مرة كنا ذاهبين إلى إحدى القبائل، وقبل أن نقبل عليهم قلت: يا رسول الله، إن في القوم زهير، فهو شاعرهم بل أشعرهم. والشعراء كانت لهم مكانة قديما، وكانوا هم أصحاب الثقافة في ذلك الوقت. يقول: فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على تلك القبيلة فردا فردا، كل ما سلم على شخص قال له: أبو بكر، هذا فلان. فرحب به النبي حتى وصل عند زهير الشاعر، فقال: هذا زهير يا رسول الله. قال: الشاعر؟ يقول زهير: فما فرحت بشيء أشد من فرحي بأن الرسول عرفني صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل دلالة على أن معرفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأنساب ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يقف مع العرب وأن يرى تلك القبائل. وأيضا كما أسلفت، هو تاجر يملك أموالا، كان ثريا رضي الله عنه، وكانت ثروته قبل بعثة النبي أكثر من 40,000 درهم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بالتحديد بعد الهجرة، كانت ما لديه من ثروة فقط الذي عنده 5,000 درهم. ويقول رضي الله عنه: ولما توليت الخلافة أصبحت ثروتي صفرا. ولما مات رضي الله عنه كان مدين ب6,000 درهم. هو يملك المال، وهو الذي ينفقه بتصرفه وإرادته ومشيئته، لأنه يريد أن ينصر هذا الدين وأن يقف مع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الوقفات التي ستسمعون شيئا منها الآن. يروى أن أبو بكر الصديق كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، بل قيل أنه رافقه في تلك الرحلة التي كانت مع عمه أبي طالب لما قابل بحيرة الراهب. يقول أنه رافقه النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة وكان معه. أما مكانة أبو بكر الصديق في الإسلام، اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي بهذا الكلام يرد على كل من أراد أن يقدح في هذه الشخصية العظيمة وعلى رأسهم الرافضة والمستشرقين وغيرهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس إيمانا أبو بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: أثبت الناس إيمانا أبو بكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر على هذه الأمة كلها. ما ظنك برجل إيمانه يعدل إيمان الأمة، كل الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول يخبرنا أنه ما سبقنا لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، لكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. هو جعل هدفه رضي الله عنه نصرة الحق والصدق والدين، وكان يتمثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أول من يسلم هو، يعرض عليه الإسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عرضت على أبي بكر الإسلام وما تردد وما نظر. يعني ما جلس يفكر أشوف، لا، بعض الناس يهتدي اليوم يجلس ل4 سنوات يفكر يرخي لحيته أو لا، ثم بعدها سنتين يحاول يجاهد النفس يصلي مع الجماعة أو لا، ثم يترك الرفقاء الأولين، ينتهي عمره وما زال في تردد. لا، أبو بكر يرى أن هذا حق مباشرة، يخوض الحق ويمشي على طريق الحق دون أن يتردد رضي الله عنه وأرضاه. أجمع العلماء أن أول من سجد من النساء أنها خديجة رضي الله عنها، وأول من عبد الله من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومن الشباب كما تعرفون علي، ومن الموالي زيد ابن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم. بذل نفسه وبذل وقته
جلس مع النبي، يقال انه اسلم بعد خديجة، اسلم اليوم الاول بعد 7 ايام. ماذا تتوقعون صنع ابو بكر الاسلام؟ 7 ايام ثم يسلم على يديه رضي الله عنه 6، وهؤلاء 6 كلهم من 10 المبشرين بالجنة. اسلم على يديه طبعا بالترتيب، اول من اسلم سعد بن ابي وقاص، ثم اسلم الزبير بن العوام، ثم طلحة بن عبيد الله، ثم ابو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. كل هؤلاء اي عمل قدموه للاسلام قطعا سيكون في صحيفة ابي بكر الصديق، لانه كان اول من دلهم على طريق الحق والايمان والتوحيد. ابو عبيدة فتح الشام، تكون هذه في ميزان من؟ في ميزان الصديق رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام قادة من قيادات الاسلام، كل ما قدموه للاسلام في صحيفة ابي بكر الصديق. عثمان بن عفان خليفة المسلمين، وقدم للامة المسلمة الشيء الكثير، كذلك هذه ستكون في ميزان ذلك الصحابي الجليل. سعد بن ابي وقاص فتح العراق وغيرها، وقس على ذلك ممن اسلم على يديه. اسلم على يديه بعد 6 ايام او الاسبوع اسلم الارقم ابن ابي الارقم، واسلم عثمان ابن مضعون وغيرهم. وكان علي رضي الله عنه اذا ذكر ابو بكر يقول انه السباق، يذكر ابو بكر الصديق لانه السباق. وقيل انه بدأ اول ما اسلم يشتري العبيد ويعتقهم، يشتري العبيد في ذلك الوقت ثم يعتقهم، يأخذ الاموال، واذا رآهم يعذبون، يعذبونهم قريش، اشتراهم فاعتقهم، اعتق النهدية وابنتها، واعتق زنيرة، واعتق بلال رضي الله عنه وارضاه، وعامر ابن فهيرة، واعتق عدد. بلال رضي الله عنه، اسمعوا قصة اعتاقه. بلال رضي الله عنه كان عبدا عند أمية بن خلف، وكان أمية يعذب بلالا تعذيبا شديدا. فمر أبو بكر الصديق على أمية قال ارحم هذا المسكين، قال ارحمه أنت. يقول قلت له بكم تبيعه؟ يقول أمية بن خلف قيمته لا تتجاوز أوقية من الذهب أو نصف أوقية. يقول فتغليت في الثمن، رفعت الثمن متعمد، قلت أبيعها بتسع، أبيعه بتسع أوقيات. يقول فاشترى أبو بكر، قال اشتريت. ثم ضحك أمية بن خلف، يقول يا أبا بكر لو قلت لي بعني إياه بربع أوقية بعتك إياه. قال أبو بكر والله لو قلت لي اشتره بمئة أوقية أوقية لاشتريته بها رغبة فيما عند الله. ثم اشتراه رضي الله عنه وارضاهم جميعا، واعتق بلالا، وكان يسير على الفقراء والضعفاء والنساء من العبيد والموالي فيشتريهم فيعتقهم، حتى يقول ابوه يا عبد الله ابو بكر انك تشتري الضعفاء فتعتقهم، ما دمت فاعل فاشتري الاقوياء. قال اني ابتغي بذلك وجه الله. ليش؟ لانهم قالوا عن ابو بكر ما اشترى بلالا ولا فلانا من الموالي والعبيد الا لان لهم فضل على ابو بكر قديما، ولذلك وما اشتراهم يبتغي بهم وجه ربه كما قال. فانزل الله تبارك وتعالى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. تبغون تعرفون ابو بكر الصديق؟ سورة الليل تراها نزلت دفاعا ورفعة لهذا الصحابي الجليل. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تزكى ان علينا للهدى وان لنا للاخرة والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى. تقفون مع هذه السورة تجدون
أن الله جل وعلا يرفع ويذكر عن هذا الرجل ولا سوف يرضى. 3 سنوات وقيل 4 سنوات ثم نزلت هذه السورة. الأعجب من ذلك أنه جند نفسه للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا الصحابة علي رضي الله عنه، قالوا يا علي من أشجع الناس؟ يقولون سألناه ظننا أنه سيقول أنا، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علي شجاع. وهذا فيه رد أيضا على الرافضة الذين يتهمون أن بين الصحابة وآل البيت وخصوصا علي أن بينهم من الفرقة والشتات والسب والطعن في بعضهم، وإنما جاءوا افتراء من عندهم. كبرت كلمة تخرج من أفواه الشيعة والرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. أين هم من هذه النصوص الصريحة الصحيحة الثابتة المتواترة بالسند العالي المتصل إلى أولئك الأفذاذ الرجال الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أبو بكر الصديق لما سئل علي قيل من أشجع الناس؟ قال أشجع الناس أبو بكر. قالوا ظننا أن السيف الذي كان بيدك الذي عمل في المشركين جعلك أن تقول عن نفسك أنت الشجاع. قال والله ما قلت ذلك إلا أننا كنا في ذات يوم أول ما أسلم الناس في بداية الإسلام، يقول رأيت كفار قريش قد اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاط به 10، أحدهم يجذبه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام والآخر يدفعه، يقول ولم نستطع أن نتقدم أبدا، كنا نرقب الموقف ولا استطعنا في بداية الإسلام. قال فإذا بي أرى أبو بكر الصديق يتقدم، وإذا به رضي الله عنه ينتفض نفضنا، زي اللي يقول يعني بالعامية يفتح الطريق. يقول فرأيته ينتفض ويشير بيده حتى دخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أمسك به عقبة ابن أبي معيط وهو يمسك ثوبه ويهز في الرسول عليه الصلاة والسلام. فأمسك أبو بكر الصديق يد عقبة ابن أبي معيط فرده، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم عقبة ابن أبي معيط كما يقال ركب راسه، قال يمنعنا هذا منه؟ فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى أبي بكر الصديق. يقول علي ورأيته بعيني يضرب حتى ضربه عقبة ابن أبي معيط بحذائه على وجهه، فانتفخ وجه الصديق وهو ساقط على الأرض حتى والله ما عرف أنفه من عينه من شدة الضرب الذي لاقاه رضي الله عنه وأرضاه فأغمي عليه. يقول فحملته قبيلته قبيلة تيم ثم هددوا قالوا والله إن مات عبد الله يعني أبو بكر لنقتلن منكم من نقتل، وحملوه وهم يقولون على يقين أنه مات. ثم أدخلوه في بيته عند أمه، أم أبو بكر الصديق ما أسلمت في ذلك الوقت، فلما أدخلوه عليها قالوا إذا فاق أطعميه واسقيه. تقول أمه فلما فاق قدمت له الطعام والشراب، أول ما فتح بعد الضرب والإغماء والتعذيب قال كيف حال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ طمنوني. قالت أمه لأنها ما زالت كافرة أو ما زلت تذكره وهو السبب في أن يفعل بك ما فعل؟ قال والله لا أذوق طعاما ولا أشرب مذقة ماء حتى أطمئن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ومالي ومحمد، يعني كيف أجيب أخباره؟ لأنها ودها أنه يأكل ويشرب ولا يموت، وهو حلف وأقسم أن لا يأكل ويشرب حتى يطمئن على النبي عليه الصلاة والسلام. قال اذهبي إلى أمي جميل بنت الخطاب فاطمة أخت عمر، أسلمت وأخفت إسلامها فذهبت إليها وطرقت عليها الباب، فقالت إن أبو بكر يسأل عن محمد كيف حاله. طبعا فاطمة بنت الخطاب خافت أن تخبرها بأنها أسلمت، قالت مالي ولمحمد ومالي ولولدك، يعني وش علاقتي بمحمد ولا حتى علاقتي بولدك يا أبو بكر؟ إن كان عبد الله يعني أبو بكر يريد
مني أن أزوره لأطمئن عليه فلا مانع عندي، وهذا من ذكائها. يعني تبغيني أروح معك حتى أزور أبو بكر ما عندي مانع، لكن ما عندي خبر عن محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: فذهبت معها حتى دخلت، فلما دخلت قال أبو بكر: كيف حال رسول الله؟ قالت: إنما أمك، أمك هنا، يعني لا تتكلم، أمك ما تدري أني أسلمت. قال: تكلمي لا عليك، إنها أمي. قالت: إنه بخير. قال: والله لا أكل طعاما ولا أشرب ماء حتى أراه بعيني وأطمئن له. فقام رضي الله عنه يهادى به بين رجلين بعد ما هدأت الأرجل وتحرك الناس، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وطرق عليه دار الأرقم، فلما فتح الرسول الباب عليه الصلاة والسلام رآه والضرب قد أثر في وجهه فرق له، واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عنك، يعني طمني عنك يا أبو بكر. قال: لا عليك يا رسول الله، والله ما أصابني شيء إلا ما ترى في وجهي، يعني الأمر سهل، لكن هل أنت بخير يا رسول الله؟ قال: أنا كذلك يا أبا بكر. قال: يا رسول الله، أدعو لأمي بالهداية. استغل الموقف، فقال الرسول: اللهم اهدي أم أبي بكر، اللهم اهدي أم أبي بكر. يقول أبو بكر: والله ما التفت والرسول يدعو إلا وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان هذا ما يريده الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مواقفه كثيرة، منها ما كتبه المؤرخون أهل السير، موقفه ليلة الإسراء والمعراج. تخيلوا الآن مع وقت التقنية ووجود الآن كما يقال المقومات الكثيرة، لو جاءك الآن واحد وقال: خرج صاروخ من الجهة الفلانية وانطلق رجل إلى السماء السابعة، وأنه ذهب في تلك اللحظات وعاد، هذا طبعا لن يكون، أنا أقول تخيل، ثم هل ستصدق؟ قطعا ستقف وتقول لا. الرسول أسري به عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وأعيد وما زال فراشه حارا دافئ. كفار قريش استغلوا هذا الموقف، قالوا: نقنع من صدق بمحمد أنه نبي، هذه خرافة، يعرج به في ليلة ويعود يروح للسماء ثم يأتي ويحدثنا بذلك. ثم قالوا: إذا نذهب لأبي بكر الصديق ثم نخبره بما قال صاحبه، يعني الآن لو قلنا له القصة سيقتنع أنه ليس بنبي. فذهبوا إلى أبي بكر الصديق وطرقوا عليه، قالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك يقول كذا وكذا. قال: أو قاله؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قد قاله فقد صدق، رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: يقول عرج به إلى السماء. قال: إن كان قد قاله فقد صدق، خذوني إلى رسول الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، قال: يا رسول الله، حكي لي أنه عرج بك إلى السماء، فهل عرج بك؟ قال: نعم، إنني عرج بي، ذهبت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء. وقص عليه ما حدث، والقصة في البخاري من حديث أنس في قصة جبريل المعروفة الشهيرة. قال: فقص عليه ما حدث، يقول وهو يحدث بذلك، وأبو بكر يقول: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، حتى انتهى ثم قال: أشهد أنك رسول الله. ثم التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت الصديق يا أبو بكر، ليس فقط صادق ولا مصدق، إنما أنت صديق، وهو الذي صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم كذبه الناس. تصديق أبو بكر رضي الله عنه في هذه الحادثة ثبت كثيرا من المسلمين، لأنهم لما رأوا أبو بكر الصديق يصدق النبي عليه الصلاة والسلام بذلك تثبت المسلمون على هذا الدين،
وعلموا أن أبا بكر الصديق رجل حصيف ذو مروءة ووفاء، وكان ذلك التصديق ثباتا لغيره من المسلمين. بعدها حصل لأبي بكر مضايقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن تذهب إلى الحبشة حتى لا تؤذى فاذهب هجرة. ففكر أبو بكر أن يذهب إلى الحبشة، ثم أتى إليه رجل يقال له ابن الدنغة أو ابن الدغنة، قال له: يا أبا بكر، كيف تذهب أنت رأس من رأس قومك؟ لا تهاجر، ابقى عندنا هنا. واشترط علي قريش، اشترطت علي قريش ألا تقرأ القرآن على الناس. أبو بكر يقرأ القرآن ويتأثر بصوته الناس ويبكي من القرآن. فوافق رضي الله عنه على رأي ابن أبي الدغنة أن يبقى بجواره، بشرط أنه ما يقرأ على الناس القرآن في المسجد، محافظة على نفسه حتى يتقوى الإسلام. أبو بكر ماذا فعل؟ هد البيت، وسع في بيته، خلونا نقول زي الآن، أزال الجدار وفتح ساحة خارجية على بيته، أو ربما نستطيع نسميها ما يسمى اليوم بالبلكونة، المكان المفتوح. يقول: حتى أجلس وأقرأ في بيتي وأرفع صوتي فيسمع الناس القرآن فيسلمون ويتأثرون. فكان أبو بكر يفعل ذلك، فقريش غاضهم الأمر، النساء والرجال والأطفال يقتربون منه ويسمعون القرآن ويتأثرون. فرجعوا إلى ذلك الرجل وقالوا: إن جواره لك لم يكفنا شره من قراءة القرآن، اكفنا شره وإلا لن نتركه يقرأ القرآن كما يريد أو يجاورك. فذهب له هذا الرجل وقال له: إن القوم، يعني قريش، اشتكوا لا تقرأ القرآن حتى في بيتك. قال: والله إنما هو بيتي وإني لأقرأ القرآن ولا أريد جوارك، خلاص أنا ما عاد أبغى جوارك، إنما أريد جوار الله تبارك وتعالى. وترك جواره واستمر رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن ويتأثر الناس منه بقراءته، لأنه يعيش القرآن. السورة التي قرأها الإمام في الركعة الأولى: ألهاكم التكاثر. قيل أن الصديق رضي الله عنه إذا قرأها بكى، وإذا قرأ الزلزلة بكى ويتأثر من القرآن لما جاء. ولذلك عائشة رضي الله عنها ماذا قالت يوم مريض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: إن أبي رجل أسيف يبكي إذا سمع القرآن ولا يفهم منه. قال: ويحك، إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبو بكر لما جاء وفد اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، فلما سمعوا الآيات تتلى بكوا. ماذا قال أبو بكر؟ قال: كنا كذلك قبل أن تقسوا قلوبنا. يقول: حنا كنا مثلكم قبل أن تقسوا القلوب. ثم بكى من هذا الموقف رضي الله عنه وأرضاه. أسألكم بالله، لما قرأ الآن الإمام ألهاكم التكاثر هل تأثرنا؟ كم لنا ما بكينا؟ ترى الله غني عن دموعنا. الله جعل في الأرض 7 أبحر، ومساحة البحار في الأرض أكثر من مساحة اليابسة، لكن الله يريد أن يرى دمعتك، أن يرى رقة قلبك، أن تري الله التذلل بين يديه، أن تبكي بين يدي الله وتنطرح. يقرأ القرآن وتتلى المواعظ ونسمع الأحاديث ونسمع المواقف وأحيانا ما نتأثر. القرآن الكريم إذا أنزل على جبل، لو أنزل على جبل رأيته خاشع متصدعا من خشية الله. واليوم قلوب الكثير إلا ما رحم ربك، أصبح القرآن لا يؤثر بها شيئا. أبو بكر الصديق يبكي من خشية الله ويفهم القرآن ويتعامل معه. ولذلك أول ما نزلت ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم إيش؟ سيغلبون في 7 سنين. قام أبو بكر قال: إن الله يقول سيغلبون في 7 سنين، والبضع 3 سنوات. فمر عليه
أبي بن خلف قال إنك مخدوع بما يقول محمد، الروم ستغلب، ستغلب. الفرس هزمت الروم هزيمة كما يقال ساحقة، مستحيل أن تهزم الفرس وتهزمها الروم. قال أراهنك، والرهان في ذلك الوقت بهذه الطريقة جائز قبل أن التحريم، بكذا أنها ستغلب في 3 سنوات، على ظنه أن البضع 3 سنوات. ثم ذهب الصديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبي قال لي هذا الكلام وراهنته. قال الرسول رحمك الله يا أبا بكر إنما البضع ما بين 3 إلى 9. ورجع أبو بكر فيبحث عن أبي، قال تعال، قال ها تراجعت، قال لا أتيتك أزيد المدة وأزيد المبلغ. أبا أقول لك إن الله جل وعلا سيتحقق كلامه، لكن البضع أنا أستغفر الله قد ما يكون 3، ما بين 3 إلى 9، وأدفع 100,000 درهم. وفي بعد 7 سنوات من هذا الكلام، وتحديدا في يوم صلح الحديبية، كانت بداية السنة 7، كان ذلك اليوم انتصار الرومان على الفرس، فحقق الله جل وعلا ما قاله وما وعد به. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين، لله الأمر من قبل. ولذلك كان يعرف أن هناك ثقة ويقين أن ما قاله الله تبارك وتعالى سيتحقق. في يوم الهجرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول للرسول يا رسول الله، أقبل على النبي يريد الهجرة، قال يا رسول الله ائذن لي بالهجرة. ركزوا مع هذا الكلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر لعل الله أن يأذن بصاحب يكون معك. يقول ففهمت أبو بكر أن الصاحب هو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول من تلك الليلة اللي سمعت في هذا الكلام جهزت راحلتين 2 انتظر فقط الاذن. ولما اذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة اتى رسول الله الى ابو بكر قال يا ابا بكر ان الله قد اذن لصاحبك بالهجرة. قال الصحبة يا رسول الله؟ قال انت صاحبي. تقول عائشة والله ما رأيت أبي فرحا يبكي كفرحه يوم قال له الرسول تراك صاحبي في هذه الهجرة، ترى مو برايح يصيد ولا يتمشى، ذاهب في هجرة قد يكون هلاك عليه في هذه الهجرة، قد يكون الموت، لكنه فرح بها وبكى أنه سيكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة. وصدق رسول الله، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقرأ في قلبه رضي الله عنه. ذهب وأخذ جميع أمواله، ما ترك شيئا، وترك عياله في مكة، ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم عزة سبحان الله. يقول أحد الدعاة رأيت رجل من أهل فلسطين في دولة لاجئ، يقول فسألته قلت له يعني أعانكم الله أنتم ما يصيبكم اليأس من كثرة قتلاكم وشهدائكم؟ يقول فغضب علي قال والله العظيم أن البيت اللي ما فيه شهيد أنه بيت خجلان ما يستطيع يقابلون الناس، إذا ما كان في كل بيت منا شهيدا قدم نفسه وروحه لله، وإلا نصبح أمام الناس ما لنا قيمة. نقول لأولئك أهل فلسطين وخصوصا في ظل هذه الظروف، نقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واعلموا أنكم إن شاء الله منتصرون. نحن نرى أخباركم ونسمعها وتتفطر يعلم الله القلوب وتدمع العيون، ونسأل الله لكم دائما نصرا وثباتا. إن تهويد مدينة القدس التي يريدها الصهاينة بموافقة من حلفائهم ما هي إلا نداءات كانت تتكرر كثيرا على مدار السنوات الماضية، ليس تكتيكا جديدا، بل هي مرحلة أخرى من ضمن المراحل الأولى. فنقول لكم إنكم بهذا الثبات أقسم بالله العظيم لتزيدون الأمة ثباتا على ثباتها.
فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، اعلموا ان الله ناصركم. وسيأتي ذلك اليوم الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. نسأل الله يرزقنا صلاة عاجلة غير آجلة في المسجد الأقصى، وأن يحرره من أذناب القردة والخنازير، أن يثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. فأبو بكر الصديق متشوق لهذا الأمر، خرج مهاجرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معه شيء من ليس معه أحد من أبنائه، وقد أخذ أمواله. كان يمشي أمام الرسول في الرحلة، مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله. يقول الرسول: لماذا؟ قال: أمشي أمامك أتذكر أنه ربما نرصد من الأمام فأكون أنا في الواجهة، وأمشي خلفك خشية أن يغدر بنا قريش، وأمشي تارة عن يمينك وشمالك خشية أن تصاب. حتى وصلوا إلى غار ثور، يقول رضي الله عنه: فأمر النبي أن ندخل عليه الصلاة والسلام في هذا الغار. يقول: يوم جاء يدخل الرسول قلت: انتظر، أدخل قبلك. يدخل قبله ليش؟ وش السبب؟ يتفقد الغار، يشوف لا يكون فيه دواب وحيايا وعقارب. يقول: فدخل يفتش الغار. جاء في الرواية رضي الله عنه وأرضاه أنه كسحه كسحا، والكسح في اللغة بمعنى نظفه ورآه. يقول: فكسحت الغار كله، وكلما رأيت ثقبا في الغار سددته. يدخل إصبعه حتى يتأكد إذا فيه شيء، يلدغ لدغه، وإذا ما في شيء وضع قطعة من قماش ثوبه ثم سد ذلك الثقب. يقول: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم متعب مجهد أراد النوم، ثم قال: يا أبا بكر ضع لي رجلك. يقول: فجلست متربعا، ووضع النبي رأسه في حضن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم وضع رأسه ونام، لأن متوكل على الله. إلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. أبو بكر في هاللحظات والرسول نائم على فخذه، خرجت حية من إحدى الثقوب من جحر، وأبو بكر خشي أن يتحرك فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده سد الثقب، وبدأت الحية تلدغ في أبو بكر الصديق، ومن شدة لدغتها دمعت عينه حتى تساقطت دموعه على خد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بك؟ قال: لدغت يا رسول الله، فدتك نفسي وأبي وأمي. قال: لما لم تخبرني؟ قال: خشيت أن تستيقظ وأن تقوم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونفث على يده، ثم خرج السم من يد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا الرواية التي تناقلها بعض المؤرخين في مسألة أنه جاءت العنكبوت، هذه رواية ضعيفة، حتى أنه قال الشاعر: ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية، لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت من مضاعفة من الدروع أو عار من الغطم. فيقول أبو بكر: في هذه اللحظات مر علينا رجل راعي غنم، فخرجت إليه. يقول: أنا جائع والرسول جائع والرسول عطشان وأنا كذلك. يقول: فالتقيت بهذا الراعي فقلت له: أعندك لبن في حليب؟ يقول: فأعطاني حليبا، ثم لما وضعه يقول: عندي مذقة، شيء بسيط، المذقة من اللبن الشيء القليل. يقول: فأخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أنه ما شرب منه، على الأقل يتقوى حتى يحرس النبي عليه الصلاة والسلام ويواصل معه الطريق. يقول: فأخذت اللبن فأعطيته النبي. اسمعوا العبارة، يقول: فإذا بالنبي يشرب، يقول: فشرب النبي حتى ارتويت من شدة حبي للنبي. يقول الرسول: يشرب
وأنا ارتويت مما كان يشربه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول عمر عن هذه الليالي، أعني ليالي التي قضيت في هذا الغار، يقول عمر رضي الله عنه: والله لليلة من ليالي أبي بكر الصديق، يعني في هذا الغار، خير من ليالي آل عمر كلها. يعني قضى أبو بكر الصديق مع النبي تلك الليلة العظيمة، فداه بنفسه وماله، حتى قال: ليتني شعرة في صدر أبو بكر الصديق رضي الله عنهما أرضاه. أين أولئك الذين يقرؤون مذكرات بيليه وهتلر وغيرهم من الذين يعتقدون أنهم عظماء العصر وزمان هذا وعظماء الزمان كله؟ لو رجعوا إلى قصص وإلى مذكرات وإلى روايات صحيحة ثابتة عن سير أولئك العظماء لوجدوا فيها الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة. ثم خرج أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام من غار ثور، كل ما مروا على قبيلة، طبعا أبو بكر يمشي مع النبي ولا يريد أن يعرف به خشية أن يؤذى، كل ما مر على قوم، طبعا هم يعرفون أبو بكر، يعرفون لأنه تاجر وكان يمر على القبائل وعلى تلك الأماكن لهم، فإذا قالوا: من هذا الذي معك يا أبو بكر؟ قال: هذا الرجل يهديني الطريق. وهو قد صدق، هم يظنون أنه يقصد أنه يدلني الطريق، وهو يقصد يهديني الطريق، أي طريق الحق والاستقامة والتوحيد والهداية. فظل أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على المدينة، ولما وصل طبعا مرة يتقدم أبو بكر كما قلنا، ومرة يتأخر من باب حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم وصلوا المدينة وأبو بكر في المقدمة، أهل المدينة الأنصار لما رأوا أبو بكر وهم لا يعرفونه ظنوا أن أبو بكر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقدموا إليه وقبلوه واحتضنوه. أبو بكر أحرج من هذا الموقف وما أراد أن يتأخر ولا يقول هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل؟ أخذ رضي الله عنه رداءه الذي على ظهره وغطى به النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظلله به عن الشمس، فعلموا أن ذلك هو النبي، فاجتمعوا عليه وقبلوه واحتضنوه صلى الله عليه وسلم، والرسول يتبسم حينما رأى ذلك الموقف. ثم يستمر الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر معه مواقف عدة. صلى الصبح الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نظر فإذا بعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف، قال له صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر من باب الإخلاص: أنا يا رسول الله أصبحت هذا اليوم صائما. عمر يقول: بت ليلتي وما نويت أن أصوم، فقمت مفطرا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من منكم اليوم زار مريضا؟ قال عمر: يا رسول الله، إنما خرجنا من بيوتنا إلى المسجد، يعني تونا مصلين الفجر، فما برحنا، ما رحنا من أماكننا، كيف نروح نزور مرضى؟ قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أنا زرت مريضا، علمت أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريضا، وخرجت قبل الصلاة وجعلت طريقي للمسجد طريقي إلى بيته، وأعلم أن أهله يستيقظون في هذا الوقت، فزرته رضي الله عنه لأنه مريض. يقول عمر وأنا أناظر. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من منكم اليوم تصدق بصدقة على فقير؟ قال عمر: يا رسول الله، قمنا وجينا للمسجد وقابلناك، ما أمدانا، وين نروح نتصدق ونفعل؟ قال أبو بكر: أنا دخلت المسجد ووجدت ابن ابني، يقول أبو بكر ولد عبد الرحمن، في يده كسرة خبز، ووجدت فقير في طرف المسجد، فأخذت الخبزة من ابن ابني وأعطيتها الفقير. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعت تلك في رجل إلا بشر بالجنة. هذا الذي فعله الصديق رضي الله عنه. ثم يقول عمر: والله لا أسبقك إلى شيء بعد اليوم يا أبا بكر. يقول عمر: جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم غزوة تبوك، غزوة العسرة،
فقال: يا أيها الناس تصدقوا، اليوم يوم الصدقة. يقول عمر: قلت فرصة، لأن عندي مال في ذلك الوقت. يقول: فذهبت ووجدت مالي فقسمته نصفين، نصف لأبنائي وعيالي، والنصف الآخر أحضرته للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت اليوم نصف المال. يقول: فقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا تركت لأبنائك؟ قال: تركت نصفه. وأتى أبو بكر معه مال فقدمه. قال: ماذا تركت لأبنائك؟ قال: تركتهم لهم الله ورسوله. ولاحظوا الأدب، ما قال ما تركت لهم شيء، قال: تركت لهم إيش؟ الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله كلما حاولت أن أسبقك بشيء سبقتني، ولكن لا أسابقك على شيء بعدها أبدا. واليوم نحتاج أن نصنع نماذج مثل هذا النموذج المبارك. أبو بكر الصديق له 3 أيام في التاريخ لا تنسى: يوم غزوة تبوك في الصدقة أعني، ويوم الهجرة، وكذلك يوم أعتق من الموالي والعبيد ما لم يعتقه غيره. وكان رضي الله عنه عنده ورع شديد، عنده خادم يقدم له كل يوم طعام وماء، وكل ما أتى قال: من أين أتيت بهذا؟ يعني من أين اشتريته؟ يقول: اشتريته من كذا. فيأكله إذا اطمأن لدخله. وهذا الخادم كان قبل الإسلام كان يعمل كاهنا، وكان يطلب ناس مال قبل إسلام الخادم، فأسلم وأعطوه ذلك المال الذي هو دين عليهم، واشترى به طعاما، ثم اشترى بهذا الطعام اشترى طعاما وقدمه للصديق رضي الله عنه، فأكل منه الصديق. فلما أكله قال: من أين جئت بهذا الطعام؟ قال: اشتريته من المال الذي أعطانيه آل فلان. فعلم أنه مال حرام. قال: لما لم تخبرني؟ والله لا تبقى لقمة، وما أكل اللقمة وحده. يقول: فجلس الصديق يدخل يده إصبعه يريد أن يتقيأ منها يخرجها، حتى قال: ارحم نفسك يا أبو بكر. قال: والله لا تبقى لقمة في جوفي حراما. بعض الناس له 40 سنة يأكل حرام، و30 سنة ويشرب الحرام، وتربى أبناءه على الحرام، وبنيت البيوت عن الحرام، وشريت المراكب من الحرام، وتجده يقول: يا رب يا رب أن يستجاب لك. صلينا الاستسقاء قبل أيام، ونسأل الله جل وعلا أن يغيث العباد والبلاد، ولكن عد لنفسك قبل فوات الأوان. يقول: فقالوا: لن تخرج يا أبا بكر حتى تشرب ماء كثيرا. يقول: فجلست أشرب ماء وأحاول أدخل يدي. يقول: والله ما ارتاح رضي الله عنه وأرضاه حتى خرجت تلك اللقمة من فمه متقيئا رضي الله عنه وأرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي لنا عن هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، قال: أين أبو بكر؟ قال: ها أنا. قال: تعال. ووقف على يمينه. قال: أين عمر؟ قال: ها أنا. قال: تعال. فأمسك الرسول بيد أبي بكر من اليمين وبيد عمر من اليسار، قال: هكذا نبعث يوم القيامة، هكذا نبعث في يوم القيامة من مكانة هذين الإمامين الرجلين الصالحين رضي الله عنهما. وما هو القول عنهما عند الرافضة وغيرهم؟ إن أولئك الرجال أبو بكر وعمر وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيته الطيبين الطاهرين والأنصار والمهاجرين وأمهات المؤمنين، ما هم إلا لهم حق الترضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكننا لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، والله جل وعلا ذكر تلك الصحبة ثاني اثنين إذ هما بالغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: أتيت مرة فتكلمت مع أبو بكر فارتفع صوتي عليه، فذهب أبو بكر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: ندمت على تلك الكلمة، وذهبت أبحث عن الصديق فما وجدته، فدخلت المسجد فوجدت يخبر النبي عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه. فالتفت الرسول إلى عمر وهو غاضب، فقال له: يا عمر، ما لك ولأبي بكر
فإن أبا بكر ناصرني يوم خذلني الناس، وصدقني يوم كذبني الناس، وقام معي يوم قعد عني الناس. يقول أبو بكر: فخشيت أن يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: إنما أنا الذي ظالمته، بمعنى أنا الذي يعني أخطأت. وهذا من تواضعهم رضي الله عنهما جميعا رضا واسعا كبيرا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أذكر منها موقف موقفين، ثم أذكر وفاته شيئا من خلافته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك. وكان مرة من المرات في غزوة بدر وضعوا للنبي عريش، فقالوا الصحابة: من يحرس هذا العريش؟ فقال أبو بكر: أنا. يقول الصحابة: فرأينا أبو بكر يمسك سيفه شاهرا واقفا كالأسد، ما تحرك، وهو يرمق يمنة ويسرة حراسة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ومرة من المرات حصل بين النبي وبين عائشة زوجته رضي الله عنها أم المؤمنين وهي بنت أبو بكر الصديق، حصل مشادة في الكلام، فقال لها رسول الله من باب حبه لها ورغبتي في إرضائها، قال لها رضي الله، قال لها عليه الصلاة والسلام: من تحبين أن نحكمه بيننا؟ أبو عبيدة؟ قالت: أبو عبيدة رجل طيب وسيحكم لك. قال: من؟ أبوك؟ قالت: نعم. فذهب إلى أبي بكر الصديق ورفعت صوتها رضي الله عنها، قالت: يا محمد، تحدث بكل ما حدث، يعني قل ما كان. فغضب أبو بكر فأراد هم أن يضربها، فدفع النبي أبو بكر عنها رضي الله عنهم أرضاهم عليه الصلاة والسلام رسولنا، ثم رجع وإياها ثم تصالحا. ومر أبو بكر وإذا بالرسول يضاحك عائشة، قال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركوني في سلمكما كما أشركتموني في حربكم، يعني دخلني معكم حتى بعد الصلح. قال: لك ذلك يا أبا بكر. وهذا أيضا فيه دلالة على بساطة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في إرضاء تلك الزوجة المباركة. ربيعة بن كعب الأسلمي حصل بينه وبين أبو بكر مشادة، فقال له أبو بكر كلمة كرهها ربيعة، يقول: فكرهت ما قاله أبو بكر. فعلم أبو بكر أنه قد أخطأ بالكلمة، فقال: يا ربيعة، إني أناشدك الله أن تأخذ حقك مني الآن، يعني خذ حقك ردها إلي. قال: لا والله، ما أردها إليك. أبو بكر من قبيلة أسلم، يقول: فرفض. يقول: فذهب أبو بكر إلى الرسول يشتكي، فقالت قبيلة ربيعة: الآن يتكلم عليك ويذهب يشتكيك؟ قال: اسكتوا، لا يلتفت إليكم الآن فيغضب علينا، ثم يغضب رسول الله بغضبه عليه الصلاة والسلام، ثم يغضب الله لغضب رسول الله لغضب أبي بكر. يقول: فناداه النبي عليه الصلاة والسلام ربيعة، قال: إن أبا بكر قال لك كلمة كرهتها، فقال: ردها إليه. لما لم تردها؟ قال: تأدبت معه يا رسول الله. قال: لا تردها إليه، ولكن قل له: غفر الله لك يا أبا بكر. يقول: فقلتها له، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم في 63 سنة عمره الأخير بدأ يصيبه التعب والمرض، حتى أنه زارته امرأة وجدته في الحج في حجة الوداع، فسألت النبي فأجابها، قالت: لو جئت في السنة القادمة ولم أجدك لأسألك، أسأل من؟ قال: اسألي أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو بكر: لما أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرح بها الناس لأنه تم بها الدين، ولكني بكيت لما نزلت لأنها كانت تنعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يسأله الصحابة، يقولون: يا رسول الله، كم أبواب الجنة؟ فأخبرهم أن أبواب الجنة ثمانية: باب الريان يدخل معه الصائمون، وباب الصدقة يدخل معه للصدقة، وباب الجهاد يدخل مع باب أهل الجهاد،
ثم قال أبو بكر: وهل يدخل رجل واحد مع هذه الأبواب الثمانية؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبو بكر، أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أن تكون ممن يدخل مع الأبواب الثمانية. وفي لفظ: ادعو الله أن أكون ممن يدخل مع الأبواب الثمانية، فقال: أنت منهم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم في تلك اللحظات التي مرض فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: أبي رجل يبكي إذا سمع القرآن. فصلى عمر، فسمع الرسول صوت عمر وهو يريد أبا بكر، قال: يأبى الله ورسوله إلا أن يصلي أبو بكر. فصلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالصحابة طيلة مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام تراجع بعض الناس عن الدين، بعضهم حديثي دين ما يعرفون الإسلام، ومنهم من امتنعوا من أداء الزكاة. وتعرفون ما الذي حدث لما رفع عيسى إلى السماء؟ حصل أنهم اليهود والنصارى ما حصل من الكفر والعودة على دياناتهم، ولذلك سخر الله للإسلام أبو بكر في هذا الموقف حتى يثبت الناس على الدين. ولذلك يقول العلماء: رجلين حمى الله بهما الإسلام والدين، أبو بكر يوم الردة، والإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه في يوم المحنة، يوم محنة المقولة التي قالها المعتزلة في خلق القرآن. فكان الرجلين وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ممن حمى هذا الدين. اجتمعوا الأنصار في سقيفة بني ساعدة، والأنصار في المدينة يعتقدون أنهم الأحق بالخلافة لأنهم أهل البلد. فلما اجتمعوا قالوا: نحن أحق بالخلافة من غيرنا. فعلم عمر رضي الله عنه أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فأخذ أبو عبيدة وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، ثم ذهبوا، أخذ سعد بن عبادة عفوا وأبو بكر الصديق، فذهبوا إلى السقيفة. فلما دخلوا قال لهم أبو بكر الصديق: ماذا تقولون؟ يقول عمر: زورت في نفسي مقولة، يعني عندي كلام. فأمسك أبو بكر بيدي قال: اسكت. يقول: قولوا. قال الأنصار: نحن أحق بالخلافة لأننا أهل الدار وأهل البلد. فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم أنتم أول من آوى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تكونوا أول من يتخلف عما يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم سكتوا، وقام رجل منهم يقال له بشير بن سعد من الأوس، فقال: أنتم أحق منا، نبايعك يا أبو بكر. فلما سمعت الخزرج مقولة بشير بن سعد هذا من الأوس قالوا: لن تكون الخزرج أو الأوس أفضل منا، إنما نحن نبايعك. فمد عمر رضي الله عنه يده إلى أبو بكر قال: أبايعك يا أمير المؤمنين. فبايع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم حصلت مبايعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال خطبته المشهورة، وأختصر: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. ثم قال: فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وأن رأيتموني على باطل فقوموني. ثم قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. ثم قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. وقال المقولة التي قالها رضي الله عنه في تلك الخطبة. جاءه رجلين من المؤلفة قلوبهم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم شيئا من الدنيا من باب تأليفهم للإسلام، فطلبوا أرضين، قطعة أرضين يريدونها. فقال لهما: اذهب إلى عمر فإن وافق أعطيتكما. فذهب إلى عمر فقال عمر: والله لا تأخذا شيئا، إنما كان ذلك في بداية الإسلام، أما الآن الإسلام قوي، يعني في غنى عنكم عن إسلامكم. فعاد إلى أبو بكر يريدون الفتنة، فقالوا: إن عمر رفض ما أمرت به.
وأبو بكر لم يأمر، إنما استشار عمر. ما ندري من الخليفة، أنت ولا عمر؟ الكلمة تسبب مشاكل. فقال: هو الخليفة إن شاء. وهذا أيضا من أدبه رضي الله عنه وأرضاه. استلم المدينة وأصبح خليفة، وقد ارتدت أغلب الجزيرة. وقف الناس: يا عمر، يا أبو بكر، يا خليفة رسول الله، دع الناس. يقول عمر: يا أمير المؤمنين، دع الناس يتركون الزكاة، لكن ما داموا يصلون ويقيمون التوحيد أهون من ترك الدين كله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يا عمر، أتيتك تنصرني وأراك تخذلني؟ أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لا يهزم الحق وأبو بكر حي. وقف أبو بكر على هذا الأمر وقفة الرجل الصامد الشجاع، وأمضى ما يريده الرسول أن يمضى رضي الله عنه وأرضاه. اجتمع كفار قريش، متى؟ بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. كان قد جهز جيشا كما تعرفون في البلقاء بقيادة أسامة بن زيد، والرسول قد جهز الجيش قبل موته، لكن تأخر الجيش لمرض الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا الصحابة: يا عمر، يا أبو بكر، إن ذهاب الجيش اليوم فيه ضعف لنا، المدينة قليلة، ولو خرج الجيش بقيت الضعف فيها لقلة الموجودين. قال: والله لا يقوم ما عقده رسول الله ويذهب أسامة رضي الله عنه في الجيش. قال عمر: طيب ابعد أسامة لأنه صغير، ضع أحد أكبر منه. قال: ما ثكلتك أمك يا عمر، أقول لك والله لا أترك عقدا عقده رسول الله وتقول يبعد أسامة والرسول قد استعمله. يقول: فخرج رضي الله عنه وأرضى عمر للأنصار، يقول: ها، ماذا قال رسول؟ قال: ثكلتكم أمهاتكم، يعني زي اللي أحرجتوني. دخلت عليه فغضب علي، ذهب الجيش. طبعا كان الجيش يمر على القبائل، شوفوا الحكمة، وكلما رأوا ذلك الجيش الكبير قال: أوه، أبو بكر ما أرسل هذا الجيش الكبير إلا معناته أن عنده في المدينة أضعاف هذا الجيش. فالذين كانوا يريدون الوقوف في وجه أبو بكر خافوا، ثم تجمعت القبائل يرسلون الوفود، يقولون له: أبو بكر، لن ندفع لك الزكاة. كل ما دخلت قبيلة ووفدها رفض، وعمر يحاول وأبو بكر يقول لا. بعد 3 أيام قال أبو بكر: أيها الناس، اجتمعوا في المسجد. قال: إن القبائل دخلت عليكم ورأت أعدادكم في المدينة أنها قليلة، وإنهم سيغزونكم، سيأتون. واجتمعوا 3 ليالي وجاء الخبر: يا أبو بكر، إن القبائل قد أتت إليك بجيش كبير. وخرج معه الجيش. طبعا الكفار كان معهم القرب، قرب الماء، يتفخونها بالهواء ثم يتركونها تتدحرج، والمسلمون على الإبل، والإبل كما تعرفون تخاف من صوت الرياح، وتخاف كذلك من الصوت الذي يأتي عن طريق القرب المنفوخة. فعادت الإبل وانكسر المسلمون، ثم رجعوا في مكان يقال له ذا القصة، وقال أبو بكر: نمسي هنا الليلة، والله لا يهزم الإسلام وأنا حي. ثم اجتمعوا في تلك الليلة فمشوا ليلا لا يسمع لهم حسا، حتى عادوا مرة أخرى بقوتهم، وما انبزغ الفجر إلا والمسلمون على رؤوسهم. فانتصر أبو بكر ومن معه، وفي نفس اليوم كان قد رجع أسامة منتصرا بذلك الجيش، فكثر عدد المسلمين. ثم جهز الجيوش 11 جيشا وزعها على جزيرة العرب حتى يعود الذين ارتدوا عن الدين وعن الإسلام. ثم بعد ذلك أصبحت القوة والمنعة لذلك الدين على يد هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. في 2 سنة وأشهر أصبح أبو بكر الصديق إماما لهذه الأمة، وقد فتح الله على يده الفتوحات. وفي تلك الليلة التي أحس بالمرض قيل أنه أخذ سما فشربه، ومرض 15 يوما، سمته امرأة يهودية لعنة الله على اليهود، فهم قتلة الأنبياء والرسل. رسولنا مات متأثرا بسمهم، وعمر رضي الله عنه مات مقدورا به بسببهم، وعثمان وعلي. ما الفتنة التي حصلت في عهدهما؟
إلا بسبب اليهود وأبو بكر رضي الله عنه كذلك. ثم قال لهم ما هذا اليوم؟ قالوا يوم الاثنين. ثم سأل الله أن يموت في ذلك اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وجمع الصحابة عبد الرحمن بن عوف وسألهم عن أبو بكر فقالوا إنما هو خيرنا. ثم أثنى عليه الصحابة خيرا وقال اكتب يا عثمان من أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة إلى من يراه من المسلمين إني قد وليت عليكم وأغمي عليه. يقول عثمان يا مغمي عليه كتبت عمر بن الخطاب. فقام قال اقرأ ماذا كتبت. قال كتبت إني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب. قال رحمك الله يا عثمان، أخشيت على الناس الفتنة بعد موتي؟ قال نعم. ثم جمع الصحابة قال ماذا تقولون في من اخترت لكم خليفة كتبت في هذه الصحيفة؟ قالوا رضينا بمن اخترت لنا. فقام علي قال لا نرضى إلا إذا كان عمر رضي الله عنه. قال إنما هو عمر. وين الرافضة عن هذه المقولة؟ ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه. دخلت عليه عائشة وهي تنعاه بأبيات قال لا يا عائشة لا تقولي ذلك. فجلس يتلو شيئا من القرآن الكريم وهو يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم توفي رضي الله عنه وهو يقول وهو يسأل الله وألحقني بالصالحين. ثم مات رضي الله عنه وأرضاه وتولى الخلافة من بعده عمر. ووقف الصحابة يصلون عليه وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي. وقال عمر تلك الكلمات، قال علي تلك الكلمات يا أبا بكر رحمك الله، كنت أول من أسلم مع رسول الله، وكنت أخلص الناس إيمانا وأحرصهم على الدين. ثم قال رضي الله عنك ورحمك وجزاك عن المسلمين خير الجزاء. رضي الله عن عمر، وسلام عليه يوم أسلم، والسلام عليه يوم كان خليفة للمؤمنين، والسلام عليه يوم مات رضي الله عنه. ورضي الله عن صحابة رسولنا أجمعين وجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم قاتل من عادى صحابتك يا رب صحابة نبيك يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة وعليك باليهود والنصارى وسائر الكفرة أجمعين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز في أهل الطاعة ويذل فيها للمعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أنت الله لا إله إلا أنت أن تنزل علينا الغيث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شخصية أعتقد بل وأجزم أنها محبوبة إلى الجميع من أولئك الرجال الصادقين الأعلام، وكان لهم سهم كبير في الإسلام، ويقتدون بأولئك الرجال.